العقوبات ما قاعد تطبق. عشان كذا من العقوبة ساء الأدب. قبل فترة يعني أقول حق شخص أقول له غلط اللي تسويه أن أنت قاعد تضرب كلب وتعبه، قال روح مين بيحاسبني؟ فعليا يعني رفعنا وسوينا ولا حد حاسبه. فعشان كذا الناس قاعد تتمادى. فهذا أنا ليش أنا فتحت قناتي في اليوتيوب، عشان أدخل المحتوى الترفيهي مع رسائل إيجابية مبطنة. الطفل لما يعني أنا قاعد أنبسط أشوف جمهور كثير، يعني أنا قناتي حاليا داخل على فوق 50 مليون مشاهدة. الأطفال لما يشوفوني أول حاجة سأله تعرفني، يقول لي أعرفك، أقول إيش تعلمت، يقول ما أعذب حيوانات إذا شفت حيوان أوكله. فحاجة حلوة قاعد أفتخر فيها وقاعد أستمر فيها. أنت جمهورك من السعودية ولا من الخليج على المعارف؟ على مستوى العالم. أنا آخر فيديو دخل ترند على 18 دولة ترند في اليوتيوب، يعني معناته أن عندي جمهور من محتوى ترى تقدر تعرف من خلال اليوتيوب. إيه يطلع لي أن ترند على كل الدول العربية. طبعا إذا دخل الفيديو عندي ترند يدخل على كل الدول العربية. فعندي الجمهور الأول السعودية، بعد العراق، بعد الكويت، بعد الدول الثانية. عندي جمهور مو بسيط يعني في الكويت والعراق، بعد السعودية.